هي حالي تعاني من ألم في المرفق هون في على مسار تقريبا البريكارديوم اللي هو مسار غشاء القلب. الحالة الألم كان تقريبا من 8 على 10، كان مؤلم كثير. عملت له إبر، مش موضعي، عملت له إبر حسب طريقة دكتور تام اللي هي على منطقة اللي هي الركبة، الجهة الخلفية من الركبة تحديدا، هي نقاط عشوائية لكن هنا تحديدا في الكبد، نقاط على مسار الكبد ومسار الكلى تقريبا. ليش استخدمت هذه النقاط؟ استخدمتها لأن الركبة تمثل، الركبة تمثل المرفق. والآن الحمد لله الحالة يعني الألم خف كثيرا، تقريبا نزل إلى 2 على 10. How do you feel, senor? Feel better. How's the pain? So from 0 to 10, how do you score your pain right now? Right now, it's like nothing. Nothing. Yeah. No pain. Just a little bit. That's good. Okay. But before, I no more like that. That's good. Thank you, sir.